اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه الاولى من برنامج الاهلي ليله، واللي بيشرفني فيها نجم كبير حارس مرمى كان متميز وفي التحليل بجد ليه مستقبل كبير جدا، لان بجد انا على المستوى الشخصي بستمتع لما بقعد اسمعه في الفترات السابقه في اي حتى ظهور ليه في اي قناه فضائيه. دكتور او كابتن احمد فوزي حارس مرمى النادي الاهلي السابق والمحلل الفني لمباراه الهلال والاهلي ان شاء الله يوم السبت القادم. دكتور احمد منور الدنيا واهلا بيك. منورك، ومش عارف اقول لك ايه المقدمه اللي انت بتقول عليها دي، يعني ما استحقش نصها. ربنا يكرمك. لا خالص والله بجد بامانه متشكرين جدا، ربنا يكرمك، ويعني يا رب ان شاء الله يكون وشي حلو على الاهلي ان شاء الله يوم السبت بامر الله باذن الله. ان شاء الله. طيب بدايه قبل اي حاجه انا عايز بس اقدم خالص تعزينا للاثنين الكبار من جماهير النادي الاهلي، اذا كان حسين فكري او عمده الاهلاويه في الامارات استاذ عماد محروس، ربنا يرحمهم ويغفر لهم. اثنين مؤثرين، وان كان حسين فكري ديزاينر على احسن ما يكون، شغال في حتت كتير تبع النادي الاهلي، ربنا يرحمهم ويغفر لهم، وان شاء الله ان شاء الله يعني تتحقق امانيهم ان شاء الله ببطوله افريقيا السنه دي ان شاء الله. يا رب باذن الله. امين يا رب. أمين. ان شاء الله. طيب عايز ادخل في المباراه على طول. تمام. لكن هدخل في المباراه منذ ان انتهت مباراه النجم الساحلي. تمام. فوز الاهلي على النجم نفسيا وفنيا ازاي يتاثر بيه الاهلي او يكون له تاثير ايجابي للاهلي قبل مباراه الهلال؟ طيب بدايه نتكلم نفسيا المباراه دي كانت حجر الزاويه زي ما بيقولوا، كان لازم عشان تروح بمعنويات مرتفعه ماتش الهلال ان انت تقدر تفوز على النجم، وده شيء طبيعي. كان في فرصه ان انت تتعادل برضه وتكسب الهلال هناك، بس كانت هتبقى ليك فرصه واحده مش فرصتين. انت دلوقتي ليك فرصتين انت تصعد، اذا كان المكسب هتصعد اول او تعادل هتصعد ثاني في المجموعه. انما هي نفسيا فرقت معاك جدا، خلت اللعيبه روحها تعلى. فنيا لو اتكلمنا فنيا، يمكن مستر فايلر اعتقد المباراه دي جرب يعني ناس كتيره لعب بطريقه يمكن مش كل الناس كانوا مستريحين لها. بعد ما حرزنا الهدف في الشوط الثاني ما كناش بنروح كتير، وكنا بندافع وخايفين على الجون اللي احنا ودي مش عادتنا، يعني احنا عادتنا بنجيب يمكن بعد الهدف اخر 10 دقائق في الشوط الاولاني رحنا بواحده واثنين وثلاثه. انما الشوط الثاني اللعيبه كانت خايفه، وده ده ده, ده يديك مؤشر سلبي شويه في المباراه، انما اعتقد انه هيديك مؤشر ايجابي جدا بعد بكره، لان اللعيبه هتبقى عارفه قيمه التعادل مع المكسب. بس ده ان دل على شيء بيدل ان انت كنت حريص قوي انك تحقق انتصار في هذه المباراه ايا كان الاداء، انك في نفس التوقيت عايز تكسر الحاجز النفسي انك تبقى رايح السودان وانت متصدر. تمام. انت عندك كذا فرصه، ما تبقاش رايح عشان تكسبه بس. اكيد ده زي ما بقول لك كانت يعني كان خوف زياده من اللعيبه، لان مش عايزين يفقدوا الفرصه اللي هي زي ما بيقولوا بروحين. بالظبط. لا يعتمدوا على حاجه واحده، فدي طبعا نعذرهم فيها، نعذر تواجد الجماهير وضغطهم عليهم، نعذرهم في حاجات كتير، ولكن اللي غير مقبول مش هتقدر تعذرهم يوم السبت بصراحه، يعني يوم السبت الجماهير مش هتقدر ان شاء الله تعذر لاعبي الاهلي اكتر من كده. اعتقد ان جمهور لعيبه النادي الاهلي راحه وراها 70 80 مليون دعوات مصريين اهلاويه كتير، لازم يكون في تركيز في المباراه. ناهيك ان الماتش بعد بكره الراجل المدير الفني الجديد دون بيلعب ب 3 4 3، يعني طول البطوله كان بيلعب الهلال 4 2 3 1. الراجل اللي جه اسمه الفاتح، باين الفاتح النقر. الفاتح النقر المباراه اللي فاتت في زيمبابوي بيلعب 3 4 3، بيعتمد على طيران الاثنين الباك رايت، اذا كان طاهر خلي ده لما يجي الوقت، يعني اذا كان فارس عبد الله او طاهر اللي كمان عنده اثنين هيساعدهم في هذه المباراه، ناصر الدين الشغيل وابو عقل عبد الله. تمام. وابو عقل ده يعني زي ما هو العقل المفكر زي ما بيقولوا لما كان بيلعب. فانا بقول لحضرتك فنيا الاهلي ما استفادش كتير من مباراه النجم، واستفاد نفسيا ومعنويا فقط لا غير، انما فنيا يمكن من اقل مباريات النادي الاهلي اللي بيلعبها في في الثلاث شهور اللي فاتوا، دي من وجهه نظري، يعني انا برضو مهما كان دي وجهه نظري. انما ان شاء الله دي هتدينا، المباراه اللي فاتت كانت هي حجر الزاويه عشان نقدر نخش المباراه دي واحنا بفرصتين. وهو احيانا لما بيبقى في مباراه حجر الزاويه او عنق الزجاجه بالمعنى اللي هو الصحافه لما بتتكتب، تمام، عنق الزجاجه دي معناها اللي انت بتبقى عايز تكسب ايا كانت الظروف المحيطه حواليك. بس انا ما يفرقش معايا اي حاجه غير الثلاث نقاط، والحمد لله ده اللي واضح من، عشان كده بقول لك بعد ما جبنا الجون هاجمنا شويه، انما من اول الشوط الثاني حسيت ان الفرقه ابتدت تدافع وخايفه وتامن النتيجه، والحمد لله ان احنا برضو تكتيكالي يعني تكتيكيا ان احنا عرفنا نحافظ على ال 45 دقيقه. هم ما ضيعوش غير الشوط الاولاني لو تفتكر، هم ضيعوا كورتين في الشوط الاولاني طبعا شالهم الشناوي باقتدار،
نتمنى له التوفيق ويمشي على كما هو كده طبعا. انما الشوط الثاني هم ما راحوش بحاجه مهمه، ولكن كانوا ماسكين الكره في نص الملعب، امسك الكره زي ما انت عايز، بس الدفاع بتاعنا كان واقف مظبوط، وده اللي احنا نتمناه يبقى موجود بعد بكره ان شاء الله. طيب، من مباراه النجم اللي هي مباراه الهلال، الجهاز الفني في تعامله مع اللعيبه، اللعيبه مع نفسها وهي قاعده بتتفكر في الماتش وبتركز في الماتش، الاجواء المحيطه دي انت كده عشتها جوه النادي الاهلي تمام، بتبقى ازاي؟ هقول لحضرتك حاجه، تفاصيلها دي ازاي؟ في تفاصيل صغيره بتبقى من المدير الفني للعيبه، وفي تفاصيل داخليه ما بين اللعيبه وما بين بعضها، بمعنى الحارس بياخد مثلا في قاعده كده بعد عشاء بتاع، بياخد الاثنين ثلاثه اللي هيلعبوا قدامه، ما يفرقش معاه هو بيلعب مين، يعني زي مثلا ايمن اشرف، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، محمود متولي، اي واحد ممكن يبقى سيرت باك قدامه، بيقعدوا هم مع بعض، خلي بالك لما تبقى الكره في الحته دي انت لازم تبقى متواجد في الحته دي، انا ممكن اطلع، فلما اطلع على الكروسات لازم انت تنزل تغطيني تحتي عشان لو انا لا قدر الله قلشت فلازم تبقى تكون موجود، لو ما وصلتش للكوره لازم تبقى كده، لما حد يخش على ال 18 عندهم واحد بيعمل فاولات كويس قوي، مش عايزين فاولات على ال 18 فلازم نطلع نقابل من بره، ولو دخل بينا جوه نحاول لا من بعيد ما نتزحلقش، ما يبقاش دي مثلا ناحيه اليمين، زي مثلا احمد فتحي، محمد هاني بيلعب معاهم، قدامهم مثلا حسين الشحات بيلعب قدامهم، كهربا بينزل بيتكلموا، انا لما اطلع اجي، انا لما اطلع الباك رايت، لما اطلع خلي بالك هم عندهم واحد بيطير، فارس عبد الله ده بيلعب بيطير ناحيه الشمال عندنا اللي هي ناحيه اليمين بتاعتنا، الشمال بتاعتهم، لما فارس عبد الله يطير وانا طلعت كملته في كوره لازم كهربا تنزل مكاني، او ينده على عمرو السوليه، او ينده على اليو ديانج يغطي مكانه عشان الحته دي ما تبقاش مكشوفه في ظهرنا، وده هنتكلم عليه بالتفصيل ان شاء الله واحنا بنحلل المباراه، ولكن في العموم كل 3 4 موجودين على فكره بتبقى اعداد، يعني ايه اول ما بيسافروا بيبقى اول يوم غالبا بيبقى تعب وارهاق ونوم، تاني يوم هو اللي بيبقى فيه كل الكلام دون، قبل المباراه بساعتين ثلاثة الكلام ده بيزيد أكتر، وخصوصا لما بتعرف الفرقة الـ 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 كل ناس كل خط بيعرف بيقعدوا يتكلموا مع بعض انت هتعمل ايه، حتى بعد كلام المدير الفني، لان في تفاصيل صغيره بين اللعيبه وبعضها، مش لازم المدير الفني هيقول لك على كل حاجه، هو ممكن يديك خطوط عريضه في ماتش زي ده بالذات، هيقول لك هيديك خطوط عريضه تمشي عليها، انما التفاصيل الصغيره دي عند اللعيبه وعند خبرات اللعيبه، عشان كده اتمنى ان اللعيبه ذات الخبره تكون موجوده بعد بكره ان شاء الله، اللي يمثلهم اذا كان احمد فتحي، اذا كان رامي، اذا كان وليد سليمان، عاشور، اكرامي، عاشور، يعني بص خارج الملعب المتاع، خارج الملعب هم ليهم دور اقوى من الموجودين في الملعب، بس في الملعب لا، انا عايز برضو يعني اتمنى احمد فتحي، فتحي سليمان. معلول، وليد سليمان، ربيعه، يعني دول الخبرات اللي موجوده في الفرقه دلوقتي في الفرقه الاساسيه، ولكن اعتقد دول هيبقى ليهم تقل كويس جدا 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 في المباراه. طيب لو ادخل في التفاصيل الفنيه في مباراه الهلال والاهلي، هبدا الاول بفريق الهلال. تمام، حضرتك اتكلمت على طريقه لعب اختلفت عن الفترات السابقه، ويمكن اول مباراه لفتح النجر كانت مباراه البلاتينيوم، تمام، فممكن تكون دي فلسفته مع نادي الهلال بطريقه 3-4-3. طيب بعد عوده نصر الدين الشغيل وابو عقله عبد الله، تمام، ممكن يغير الاستراتيجيه ولا هو ده تفكيره وفلسفته في المباراه؟ لا هو مش هيغير، هو الراجل جه لقى عنده ميزه مهمه جدا، اطهر الطاهر ثاني هداف في الفرقه، يعني لو اتكلمت بالارقام الهداف الفرقه محمد موسى الضي 21 سنه، لعيب كويس جدا جدا جدا، جاب 4 اهداف في بطوله افريقيا و4 اهداف في الدوري، هم في الدوري بتاعهم هم الثاني ب 32 نقطه، وعندهم ماتش مؤجل، المريخ الاول ب 35 نقطه، لو كسبوا هيتعادلوا مع المريخ، عندهم اطهر الطاهر لعيب كويس جدا سريع 23 سنه، امل السودان في الحته دي، بيلعب باك رايت من فوق، يعني ايه باك رايت من فوق؟ هو لقى عنده ان اطهر الطاهر حتى هو بيلعب 4-4-2 وهو اللي جاب له الجون، خلي بالك في النجم الساحلي وهو بيلعب 4-4-2 اطهر الطاهر على طول طاير، طب يعمل ايه؟ يوقف له واحد سيرد باك يدافع مكانه، نفس الكلام فارس عبد الله، وخلي بالك دول اخطر اثنين لعيبه في الفرقه، الفارس عبد الله ده اللي بيلعب باك ليفت، فارس عبد الله رقم 22 واطهر الطاهر رقم 26 بالظبط كده، فارس على طول طاير لقدام ناحيه شمال طاير على طول، فبرضه الراجل اول ما جه فكر انه يلعب ب 3-4-3 عشان يقفل خط الدفاع ويطير الاثنين الطرفين، وفي الوقت ده هيبقى عنده نقطه واحده بس، ممكن يلعب 3-1-3-3 ودي اللي اتمنى انه يلعب بيها بكره، لان دي هتدينا مساحات كبيره قوي 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 في الملعب، انما لو لعب باثنين ديفندر اثنين قاطعي كرات، يعني الولد مؤمن عصام ده خلي بالك عنده 19 سنه، مؤمن عصام ده بيلعب في نص الملعب عنده 19 سنه قاطع كرات جيد جدا جدا جدا، بس الناحيه الثانيه محمد عبد الوهاب دراج او محمد دراج رقم 29 محمد دراج بيهاجم كتير،
ابو عقله لما كان بيبقى موجود، وخلي بالك يعني ممكن ابو عقله ما يبتديش لان هو هيبقى عايز حد يقطع له كور كتير. ابو عقله من النوع اللي بيمسك كوره وبيلعب الناس اللي قدامه. تمام. فالراجل لعب 3 4 3 ليه؟ عشان يامن الجناحات بتاعته. تمام. ويلعب على المشكله الرئيسيه عندنا ورا خط الدفاع، ورا احمد فتحي من هنا او ورا علي معلول، علي معلول من هنا. ودي دي دي مشكله كبيره جدا، لو لم ننتبه ليها بكره او يوم السبت هتتعبنا جامد جدا. عشان كده انا اتمنى يعني، معلش يعني هي حاجه ما لهاش دعوه، بس انا اتمنى من مستر فايلر انه يلعب في الحته دي ايمن اشرف، ما يلعبش علي معلول. عايز تلعب علي معلول لعبه قدام ايمن اشرف. هو الالتحامات في الفريق الهلال بيتميز بالالتحامات ولا بيتميز بالكره على الارض؟ كره على الارض. الالتحامات ما بيعملهاش غير في الاخر لما يكون مزنوق بيلعب الكره الطويله على عماد محسن، عماد محسن العراقي، اللاعب العراقي رقم 14. وممكن بيلعب ساعات وليد الشعلة، وليد الشعلة ساعات بيبقى طرف شمال ساعات كتير جدا، يدخل وليد الشعلة جوه ويبقى عماد، ومن تحتيهم بيلعب احرف لعيب فيهم اللي اسمه محمد مختار. ده ساعات، بس هو في العموم محمد مختار بيلعب طرف يمين، وليد الشعلة بيلعب طرف شمال، وقدامهم عماد محسن. طب هو ليه هيبتدي بعماد محسن ومش هيبتدي محمد موسى الضايع؟ الفرق بين عماد ومحمد محمود ومحمد موسى الضايع ان عماد سريع جدا، سريع جدا. هو بدا بيه مباراه بلاتينيوم. تمام. هو بدا بيه عشان يهد في الاثنين بالسردباكات، وينزل الضاي، بينزل اخر ربع ساعه نص ساعه بيهدف له، وده بيحصل في مباراه بلاتينيوم. واعتقد انه هيبتدي بيه بعد بكره، لان هو هيلعب انه الاثنين السردباكات بتوعنا الراس حربه اللي هو عماد محسن العراقي ده يهد فيهم لحد ما يجي وقت معين يلاعب محمد موسى الضاي اللي هو يعتبر الهداف بتاعهم واحسن لعيب فيهم على فكره، لعيب كويس جدا 21 سنه يعني، خلي بالكم عليه. انا اعتقد انه مش هيكمل في السودان يعني، اعتقد انه هيحترف قريب ان شاء الله. على الناحيه بقى المهم عشان نكمل برضو الخط ده، انت عندك في لعيب صغير اسمه سليم محمد، سليم محمد ده رقم اعتقد 21، لعيب كويس جدا جدا، بس ما بيدلوش يعني، هو الماتش اللي فات حتى ما ادلوش، ما نزلش خالص. في نصر الدين الشغيل ده راجل صاحب خبرات، لعيب كبير في السن وعنده خبرات ومن الناس اللي اللي تقيله لو نزلت، انما هو دلوقتي عشان قلل الواحد في خط النص، الاثنين السردباكات اللي بيلعبوا رجع عبد اللطيف سعيد او اللي بيقولوا عليه علي عبد اللطيف بويا، عبد اللطيف بويا اهو، بوي او علي بوي. ماشي. الناحيه الثانيه بيلعب عمر حسن بهاء الدين، والصمويل المرغني ده بيلعب اخر واحد في الملعب. الصمويل المرغني ساعات ليبرو، ساعات بيلعب، ما هو عشان بيلعب 3 4 بيلعب 3 ورا، فالصمويل بيبقى اخر واحد، عمر حسن بهاء الدين على شماله، وعبد اللطيف بوي على يمينه. دول الثلاثه اللي بداوا مباراه بلاتينيوم. تمام. دول الثلاثه اللي ابتدوا عشان كده انا متوقع انه زي ما لعب مباراه بلاتينيوم هيلعب الاهلي زي ما لان الدوافع عنده في مباراه بلاتينيوم زي الدوافع في مباراه الاهلي، هي يكسب وهنا عايز يكسب. لازم يكسب، لازم يكسب زي ما الاهلي كان دوافعه الماتش اللي فات ان انت لازم تكسب عشان تقدر تروح باريحيه شويه ماتش الهلال، هو برده كان لازم يكسب لازم كسب اللي فاتت، واللي في دماغه ان هو يكسبك بعد بكره وان شاء الله مش هيحصل الله. فاعتقد ان مكسبنا كله، مكسبنا كله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله في اللي هيلعب رقم 10 اذا كان قفشه او وليد سليمان. ليه بتراهن على ايه؟ طيب. في الحته دي هو لما بيلعب ثلاثه تمام، انت بقى الناحيه الثانيه بتلعب ايه؟ 4 2 3. هو الاول ثلاثه، الثالث بتاعهم ساقط تحت الاثنين ولا قدام الاثنين؟ لا، ما هو ده اللي انا كنت المفروض اكمله لك. انه الكوره معاهم المرغني بيطلع نص الملعب عشان يزق محمد دراج قدام، ويبقى هو اتنين ديفندر هو ومؤمن عصام. لو الكوره مش معاهم بينزل تحتيهم. تمام تمام. بس بقى ايه سرعه تحوله بقى؟ هي دي. هي دي. هو سريع جدا بس يمكن يكون بطيء تفكير، فانت عايز نقله. بس هي دي، لو قفشه وليد سليمان اول كوره يمسكها لانه هيبقى فاضي. خلي بالك انت عندك ثلاثة ديفندر او اتنين قدامهم واحد، اذا كان اليو ديانج وعمرو السوليه قدامهم قفشه وليد سليمان، اللي هيلعب مكان رقم 10 ده مكسبنا في المباراه، ده مكسبنا في زي ما قلت لك. لا قدر الله خسارتنا هتبقى ما بين احمد فتحي طرفين والربيعه. هو بيلعبوا خلف الظهيرين بالظبط يعني، ده لا قدر الله ده دي نقطه الخساره الكبيره عندنا، او الا انت ساعتها هتثبتهم، ما انت هتثبت الباكات. ما هو بقى دي حاجه ثانيه خالص. ممكن اواجه الكلام ده العب 4 سردباكات بالعرض. طبعا هتقول لي انت بتهرج، اقول لك لا دي حقيقه. انا العب 4 يعني، احمد فتحي يبقى بره، يبقى واقف لوليد الشعلة، والناحية التانية أيمن أشرف يلعب على محمد مختار، وعندك سردباكين هيلعبوا على عماد اسمه عماد محسن. تمام. وهتحرر
الثلاثه اللي في نص الملعب مش هتبقى محتاج ان انت تلعب باثنين ديفندر، يعني ممكن تلعب باليو ديانج والسوليه، السوليه يبقى قدامه، يبقى تلعب 4-1-2-3 فاهمني؟ يعني مش يبقى سوليا وديانج الاثنين على خط واحد، لا ده انا هخلي ديانج ليبرو متاخر في نص الملعب. ايوه ديانج ليبرو متاخر وقدامه الاثنين بقى، يبقى قفشه وعمرو السوليه يلعبوا بالعرض. تمام في الحاله دي هنمسك كوره كتير جدا في نص الملعب، هتعمل استحواذ، هتملى منطقه نص الملعب، وعندك لعيب يقدر ينقل الكوره لقدام، وهيبقى عندك على طول واحد زياده في نص الملعب. على طول واحد زياده في نص الملعب، لان هم الاربعه اللي بيلعبوا في نص الملعب منهم طرفين واثنين ديفندر بس. بس انت بتتكلم ان ايمن اشرف وقدامه علي معلول، دي وجهه نظري. عشان يعني السرعات وعشان التأمين الدفاعي اهم من الحته دي، ومعلول عنده الحته الهجوميه ما شاء الله. يعني دي وجهه نظر، ممكن اكيد طبعا مستر، انا بتكلم في النهايه بنقدم في الاول وفي الاخر للناس من خلال متابعتنا للفريق. اقتراحات ممكن تلاقي مثلا بيلعب برضه بعلي معلول وقدامه مثلا شايف احسن مننا، قدامه كهربا قدامه وليد سليمان، وهيلعب واحد اشول ناحيه الشمال، وهقول لك ليه. هقول لك بص، يعني الاغلب انه هيلاعب وليد سليمان عشان لما ينزل يدافع، لان وليد من احسن الناس اللي بتلعب في الحته دي وترجع تدافع. علي معلول عنده الحته الدفاعيه ضعيفه شويه لو هيبتدي يلعب باك ليفت، فكهربا مش عنده الحته الدفاعيه قويه شويه، الشحات نفس الامر، يمكن اجاييه ممكن يبقى كويس فيها جدا، فهو يا وليد سليمان يا الشحات. انما هو لو هيثبت علي معلول هيلاعب وليد سليمان او جيرالدو او جيرالدو عشان مش اجاييه او لا او جيرالدو، عشان يبقى واحد مكان علي معلول في الكروسات اللي هيعملها لبادجي بقى او لمروان او 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 او، فيبقى عايز واحد يلعب بشماله لان علي معلول هيبقى ثابت، ده لو ثبته. انما لو طير علي معلول وثبت ايمن اشرف دي حاجه تانية خالص. فانا بقول لك في افكار كتير جدا 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 للمباراه، اعتقد ان مستر فايلر اكيد الكلام ده عدى عليه، واكيد شاف مباراه بلاتينيوم وشاف ماتش النجم عندهم، لان خلي بقى هم بيمتازوا بالعشوائيه، كلمه صعبه شويه. بمعنى كتير قوي بيلعب 3-4-3 بتتقلب 4-4-2 غصب عنه. بس في نقطه، وانت بتحط تقييمك لهذه الجزئيه لازم تختلف الرؤيه، لان المدير الفني اتغير. ما هو انا بقول لك عشان هم بيلعبوا الى حد ما بعشوائيه. انت لو اتفرجت على ماتش لو اتفرجت على بلاتين، انا شفت ماتش بلاتين كله على الهوا وشفت النجم على الهوا، هم خسرانين من النجم، ان النجم في ممكن يروح يجيب جول و2 و3 و4 و5. هي دي بقى الحته اللي انا بقول لك عشوائيه. طول ما احنا صابرين وواقفين كويس جدا هنروح نهدف. الغريب في مباراه النجم وتاكيدا لكلامك، سليمان كوليبالي لما لعب هذه المباراه ما كانش راس حرب طبعا، كان في نص الملعب، كان في نص الملعب عشان ياخد انطلاقات، عشان عايز حد سريع، لان هم مشكلتهم بيهاجموا بعشوائيه زي ما بقول لك. لما بتحس ان هم مخنوقين والدنيا عندهم صعبه مش عارفين يجيبوا جون فتلاقيهم طايرين. عشان كده انا بقول لك لو استنينا الشوط الاولاني وجزء من الشوط الثاني هتلاقيهم طايرين وعندهم مساحات كبيره جدا جدا جدا، وده اللي لازم بادجي يكون موجود فيه. يعني انا ممكن ابتدي مروان، بس بادجي لازم يبقى ليه اخر نص ساعه. دي وجهه نظري. لو احنا 0-0 ممكن حسب مجريات المباراه، بس انا بقول لك لازم يبقى فيه في اخر المباراه أفضل الناس الحلول. عندها سرعات افضل الحلول، الناس عندها سرعات عشان تروح على الجون بأريحية، لان هيبقى في عندنا مساحات كبيره ان شاء الله. طول ما هم ما احرزوش ان شاء الله يبقى عندنا. عشان كده مباراه الهلال مع النجم في رادس كانت شكل ومستوى حاجه، مباراه ام درمان مستوى تاني خالص. لان في تونس الهلال كان زون وبيلعب على المرتده، تمام. في مباراه ام درمان كان حصل العكس، تمام. كان فاتح ودايما كان النجم هو اللي عنده الانطلاقات بالظبط. طيب عشان كده ده يترجم ان الهلال اللي بره بيكسب وعلى ملعبه بيبقى عنده مشاكل. ما زي ما قلت لك اطهر الطاهر بيعرف يزيد في الحته دي، زي ما قلت لك فارس عبد الله الطرفين بيطيروا كويس جدا جدا جدا، عندهم سرعات تتمثل في الشعله، تتمثل في الضي. الولد عماد محسن ده سريع جدا، اللي هو العراقي سريع جدا. فهم لو هيلعبوا على المرتده هتواجهنا مشكله، خاصه ان احنا عندنا نسبه بطء صغيره في خط الدفاع. مش بس هم مش هيلعبوا على المرتده، ده كده هيبداوا ضاغطين. عشان كده ايه بقى، هم هيبتدوا ضاغطين، فدي بقى هتفرق معانا احنا. هم ما عندهمش بقى السرعات اللي انا بكلمك فيها في خط الظهر بتاعه، خاصه عمر حسن بهاء الدين ده اللي لعبه ناحيه الشمال الماتش اللي فات. ده لو لعيب سريع عليه هياخدوا مشاوير كتير جدا. اللاعب رقم 18 عمر حسن بالظبط. انا مش حافظ ارقام، انا حافظ يعني عشان الجمهور بس لما يجي يتفرج على الماتش يبقى عارف الارقام قريبه منه. فده لو لعبنا عليه بواحد سريع، لعيب سريع، هياخده ويروح بيه كتير جدا جدا جدا، خاصه في الناحيه اللي هي الكره هتبقى مرتده غالبا ان شاء الله. ودي اعتقد ان
ماتش بعد بكره احنا لازم نقفل زون ديفنس كويس جدا ونلعب على المرتدات، واعتقد مكسبنا هيكون من على المرتدات. كمان في نقطه مهمه ودايما انا بسمعها على طول من كل المدربين او اللعيبه، ربع ساعه الاولى لازم تستغل انك يعني ايه تهدي حماس الجماهير. طيب محتاجه بقى باص كتير، محتاجه ما اعرفش انتوا بقى لعيبه كوره او كنجوم كوره بتفكروا في ازاي وتعملوها ازاي. انا لعبت في النادي الاهلي ولعبت بره النادي الاهلي. لما كنت بلعب بره النادي الاهلي كنت دايما بقول للفرقه اللي معايا وانت بتلعب الاهلي خلي بالك من حاجتين. اول 10 دقائق في الماتش والدقيقه 90 واخر 10 دقائق في الماتش. تمام. النادي الاهلي معظم اهداف انا بقى لما كنت يعني كنت ببقى موجود فبحذر اللعيبه بتاعتي من النادي اول 10 دقائق في الماتش، لان الاهلي بيضغط في الاول خالص عشان يخلص المباراه بدري بدري ويستريح. او في اخر 10 دقائق لو هو مضغوط بتلاقي الاهلي بيتحول ال11 بيتحولوا ل22 عفريت. صراحة يعني. تمام. فعشان كده كنت دايما بتكلم في النقطه دي حتى واحنا في النادي الاهلي دايما يقول لك ايه ركز في اول 10 دقائق من الشوط واخر 5 دقائق من الشوط، اول 10 دقائق من الشوط الثاني واخر 5 دقائق من الشوط الثاني. عشان كده النادي الاهلي لو ابتدى يمسك كوره من بدري وهمدهم في اول 10 دقائق اعتقد الفرقه دي هتتعصب بسرعه وتفتح خطوطها بطريقه كويسه. انما المهم ان احنا اهم حاجه ما نستقبلش هدف طول الشوط الاولاني، ده مهم جدا جدا جدا. طبعًا. جدا طبعا عندهم نقطه قوه كبيره جدا متمثله في جمال سالم الحارس الاوغندي. الحارس الاوغندي حارس كويس جدا. وعلى فكره مش كبير في السن، انت عارف جمال سالم ده 26 سنه، من سنتين كان بيلعب في المريخ. هو حارس منتخب اوغندا، هو حارس الثاني الثاني لان عندهم بوندوا اسمه ايه بسم الله الرحمن الرحيم حارس مرمى سان داونز. سان داونز اسمه ابو شعره ده اسمه حارس مرمى سان داونز. طيب مش وقته مش جاي معايا. المهم فجمال سالم الحارس الاحتياطي، بس هو بيلعب في السودان من زمان جدا. لعب للمريخ 3 سنين وراح الهلال، هو دلوقتي في موجود في الهلال بقاله سنه. حارس جيد جدا ويمكن هو سر مكسبهم لما راحوا كسبوا في تونس. تمام. الماتش اللي فات سر مكسبهم في الشوط الاولاني ويمكن لقطه في الشوط الثاني كان كويس جدا جدا جدا، حتى لما جم لعبونا هنا احنا كسبناهم 2-1 المفروض نكسبهم 5-6. كان هو كان جيد جدا جدا وكان ليه دور كبير في المباراه، فده يعني لازم نخلي بالنا منه ولازم نشتغل عليه مره واثنين وثلاثه عشان يغلط. حارس سان داونز دينيس انيانجو. دينيس انيانجو. دينيس انيانجو. تمام. هو انيانجو الاول وجمال سالم الحارس الاحتياطي بتاعه. طيب اكيد حارس مرمى ليه ايجابيات وعنده سلبيات او عنده نقط ضعف. نقط الضعف اللي عند جمال سالم. طيب اكبر نقطه كره عرضيه، اكبر نقطه عند جمال سالم في الكرات العرضيه، يمكن هو في الشوتينج وفي رد فعله تحت الثلاث خشبات كويس جدا. انما الكرات العرضيه هو يمكن عنده سنه زياده يعني هو تخين شويه صغيرين، فالكرات العرضيه ما بيلحقش الكره لما بتقع منه التراي الثاني بتاعه بيبقى ضعيف، فلو كملنا عليه في كل كوره هنقدر نوصل ونجيب اهداف. انما اكتر حاجه عنده مشكله فيها هي الكورسات والكرات العرضيه. لكن في التسديدات في الانفرادات لا هو كويس قوي في الحاجات دي. انفرادات وحش في الانفراد كويس جدا كويس جدا وبيطلع كويس جدا. عشان كده نصيحه لعيبه النادي الاهلي لما تقرب من جمال سالم تبعد العب من بعيد، العب المسافه، العب من 5-6 ياردة فرق، ما تحاولش تقرب منه 2 ياردة او 3 ياردة لانه هيطلع ياكلك ويقفل كويس. ياكلك ياكلك. ما هو انت في وضع في وقت من الاوقات انا كمدرب يعني مدرب حراسه لما اقول بيني وبين المهاجم اطلع اقول له كله 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 يعني قرب منه خش هيخاف منك ويتخض. وبعدين بجسم جمال سالم لا اي حد هيروح عليه ياكله. طيب دي النقاط الايجابيه والنقاط السلبيه لفريق الهلال السوداني. عنصر الخبره عندهم مش كبير خالص، بتتكلم في لاعب او اتنين بس. ده هم ما فيش غير اسمه ايه ما فيش غير نصر الدين الشغيل بس وما بيلعبش تمام. انما كلهم اعمار سنيه صغيره 26 سنه. جمال سالم عبد اللطيف علي بوي ده برده 26 سنه. مؤمن عصام مواليد 2000 بس مؤمن عصام ما لعبش ماتش بلاتينيو بس هيلعب بكره عشان هو هيلعب بكره انا متاكد. تمام. ابو عقله يمكن مش لا لعب مؤمن عصام لعب رقم 17 انا متاكد ان هو لعب شفت انا بطلق. متاكد والله ماشي. اطهر الطاهر 23 سنه. تمام. فارس عبد الله 25 دراج حتى الضي 21 سنه. الراجل اللي اسمه ايه اللي هو بتاع العراق ده عماد محسن 26 سنه. ما فيش حد سليم محمد الاحتياطي 20 سنه. ما فيش محمد مختار 25 سنه اللي هو الهاف رايت. فهم ما عندهمش حد يتعدى ال 28 سنه. عشان كده لما بتقف معاهم بيهاجموا بعشوائيه وما عندهمش خبرات. فالخبرات لازم تكون في مصلحتنا الماتش اللي جاي. طيب كناحيه بدنيه ده في صلاحهم للاسف. الاعمار السنيه دي في صلاحهم للاسف. هم بيجوا في الاخر ما بيتعبوش. لما تفكر بالراحه بس ماتش نجم هناك جابوا جون في الشوط الاخر الشوط الثاني صح تمام. ماتشنا هنا جابوا الجون في الدقيقه 93 مظبوط.
ماتش زيمبابوي جابوا الجون في الدقيقه 85 او 86 تمام. ايه تاني؟ ايه الماتشات التانية اللي جابوا فوق؟ لا ماتش الرايح ما جابوش هناك لا في زيمبابوي لا جابوا في الشوط الاولاني وجابوا في الشوط الثاني. عموما هم بدنيا عندهم قوه بدنيه جيده جدا، بيكملوا ال 90 دقيقه وما فوق بيكملوها بطريقه مميزه. فاحنا لازم يعني مش دي الفرقه اللي انت هتقع منك الشوط الثاني بدنيا. ما دي جزئيه مهمه انا باكد عليها معاك، لان برضو لازم ندي دي معلومه للناس. فريق الهلال السوداني في مباراته مع النجم الساحلي في رادس جاب جون في الدقيقه 76 اخر ربع ساعه من المباراه. طبعا. في مباراته مع بلاتينيوم جاب جون في الدقيقه 86. يعني اذا فريق بدنيا واقف على رجليه لغايه اللحظات الاخيره والثواني الاخيره، لكن فقط كناحيه بدنيه هم متميزين فيها، لكن كناحيه فنيه وخبرات لا بيفتقد هذه الجزئيه. واللي اكد عليها الدكتور احمد ان هم هجوم بيبقى فيه هجوم عشوائي جدا نتيجه ان مفيش خبرات، مفيش امكانيات كبيره عند اللاعبين على المستوى الجماعي كمان. اخر حاجه عايز اقولها بس الهلال في ملعبه أسوأ من بره، ولو انه على ملعبه قليل جدا لما بيخسر ماشي، بس كوره أسوأ من بره. طب انا هقول لك حاجه، انت عارف دول في الماتش اللي هو بتاع دور ال 32 كسبوا فرقه رواندا دي، اتعادلوا معاها 1-1 هناك و1-1 بره وصعدوا لما تعادلوا 0-0 في ملعبه ما جابوش جول. تمام. الماتش اللي بعده الفرقه بتاعت انيمبا النيجيري اتعادلوا بره وكسبوا بالعافيه 1-0 في اخر 10 دقائق. وصعودهم لينا انت لما تشوف البطوله هم كسبوا 2-0 بس فرقه بتاعت اسمها بتاعت زيمبابوي 2-1 بلاتينيوم 2-1 2-1 في السودان خسروا على ملعبهم من النجم الساحلي وان شاء الله احنا برضه هنكسبهم بامر الله. انما هم نتائجهم بره احسن بكتير من نتائجهم جوه. ده حقيقي. وده دليل على ايه؟ دليل ان هم في توتر، لان هم برضه ارجع اقول لك صغيرين في السن ما عندهمش خبرات، وان شاء الله الاهلي يعتمد على النقطه دي وتبقى مكسبنا بامر الله. ودي الجزئيه اللي كنت عايز اتكلم فيها في حته العامل النفسي. تمام. العامل النفسي انت هنا في مباراه النجم خبراتك قدرت تكسر الحاجز النفسي وتاخد الثلاث نقاط. اكيد. في السودان المنافس بتاعك هو اللي عايز يكسب. اكيد. انت عايز تكسب وممكن تتعادل، لكن هنا العامل النفسي انت بقى كفريق نادي الاهلي ازاي تستفيد بيه ويكون ضغط على المنافس؟ بدايه انا لو لعبت على التعادل هخسر. ده بدايه كده. الف ب. الف ب كوره. لو انا في المحاضره قلت للعيبه احنا عايزين نطلع بنقطه ولكن ده ما بيحصلش. يعني فاعتقد ان الراجل بكره هيلعب على الثلاث نقاط. انما العامل النفسي بقى انت تعالى بقى نتكلم، انت البطوله دي ما خدتهاش بقالك كام؟ 7 سنين 2012 دوري ابطال 13 دوري ابطال 14 كونفدراليه. تمام. 7 سنين ما وصلتش. خرجت السنه اللي فاتت برقم كبير، اللي قبله بقالك سنتين بتوصل نهائي وبتخسر. اللعيبه اللي جايه دي كلها عارفه ان هي جايه النادي الاهلي بياخد الدوري ودي حاجه مش مشكله، هي جايه عشان خاطر بطوله افريقيا. تمام. وجايه عشان نقاتل على بطوله افريقيا. مستر فايلر جه عشان خاطر بطوله افريقيا، والتعاقد كان لو ما خدتش بطوله افريقيا فانت اوت ومش هنكمل معاك. ده قبل ما يحصل، قبل ما نشوف يعني امكانياته دلوقتي. ده الكلام الجمهور وقتها لما كانش عارف في امكانيات المدرب اللي جاي. بالظبط. اي بالظبط. لا وكان التعاقد سنه واحده، ما هو عشان تقدر تدي نفسك اريحيه بالزبط. في التقييم بعد كده. فانت دلوقتي المدير الفني جاي عشان افريقيا، اللعيبه اللي الاهلي جابها عشان افريقيا، كل الشغل، كل اللي احنا بنعمله مجلس الاداره، كل اللي بيوفره مجلس الاداره عشان بطولات افريقيا. فانت تخيل ان بكره ماتش بعد بكره ماتش بثلاث نقاط، محتاجين ايه؟ محتاجين قلب ومجدعه ورجوله من كل لاعب. بص سيبك بقى من كل اللي قلنا عليه، الفنيات دي كلها، كل الفنيات دي اي حد في الدنيا هيقولها. تمام. انما اللي محدش هيقوله ومحدش هيعرف يخترعه قلب وروح ومجدعه واصرار فانيلة روح الفانيلا الحمراء، اصرار فانيلة النادي الاهلي. روح الفانيلا الحمراء دي ما بتبانش غير في الماتشات دي. بالظبط. ولو لم يتحلى بيها اللاعبين الماتش اللي جاي يبقى سوري يعني ما يستحقوش يلبسوا الفانيلا الحمراء. انما الطبيعي ان احنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ننزل نكسر الدنيا ونبذل اقصى ما في وسعنا عشان نكسب، مش عشان نتعادل، عشان نكسب. ولينا بنط ايجابي الا وهو انت جاي كسبان النجم الساحلي وراح تلعب الهلال هناك وهو خايف انه يتعادل او يخسر، فهو هيبقى نازل بكل العشوائيه. انت بقليل من التركيز والهدوء ان شاء الله ان شاء الله هتطلع كسبان المباراه، ولكن مع القتال. القتال مع اهم القتال. حاجه الروح. بص الروح دي هي كل حاجه في البني ادم. عباره عن ايه البني ادم؟ جثه. لو اتشالت منه الروح ملوش طعم، ما بيقدرش يتحرك ولا يقوم ولا يجري. تمام.
لما بتتحط فيه الروح بيعمل كل حاجه في الدنيا. صح؟ هي الكره كده، لو الكره اتلعبت من غير روح واصرار كره اي حاجه بتجري في الملعب وخلاص، انما لو جواها روح هتشوف حاجه تانية خالص، جرينتا زي ما بيقولوا، الجرينتا الايطاليه لازم تظهر معانا ان شاء الله، ان شاء الله بعد بكره ان شاء الله باذن الله. طيب عدم الاستقرار الفني، الهلال كان عنده اكتر من مدرب اتغيروا الفتره الاخيره، تمام، كابتن حماده صدقي عمل نتيجه ليهم لم تتحقق في تونس منذ سنوات، تمام، وبعد ذلك مشي وجي فتح النجر هو المدير الفني الحالي، تمام. عدم الاستقرار الفني ده بيبقى ليه تاثير ايه على اللعيبه؟ مش بتكلم في الملعب، بتكلم على اللعيبه نفسها. طيب الاول المدير الفني الاولاني مشي في ماتش الاهلي، تمام، جه كابتن حماده صدقي عمل نتيجه ايجابيه بره وخسر جوه وحصل مشاكل عشان الراجل ما جابلوش اللعيبه اللي هو طالبهم، وجه فتح النقر، وفتح النقر هو جاي فتره انتقاليه عايزين يعدوا بيه بطوله افريقيا. اللعيبه في الوقت دون بتبقى حاجه من الاثنين، يا اما بتبقى زهقانه من فرقتها وزهقانه من ال رئيس مجلس الاداره لان هو اللي بيغير كل شويه، يا اما بتلعب لاسمها، ودي اكتر حاجه خاف منها. لو اللعيبه بتلعب لاسمها هتقاتل على اسمها ومجدعتها، مش هيفرق معاها المدير الفني. هي دي اكتر حاجه انا خاف منها، يا رب يا رب يكونوا زهقانين من او المدير الفني يلعب على الجزئيه دي. يا ريت، لو بص لو المدير الفني هيلعب على الجزئيه دي هتبقى مشكله كبيره لحن، لان هيبقى هيتحلوا بالروح جامد جدا جدا جدا، لا هيلعبوا اساميهم، انما لو هيلعبوا عشان زي ما بيقولوا كده ان هم يكسبوا ويوصلوا افريقيا، لا احنا روحنا اقوى منهم. وخلي بالك الروح لما تتساوى هتلاقي مباراه عاليه حاجه تانية. المهارات تفرق، المهاره بتفرق، الروح لما تتساوى، انت داخل بروح وانا داخل بروح، انا مهارتي اعلى، لا بقى انا هكسبك. انما لو انت لو انا مهارة لو انا روحي قليله وانت روحك اعلى انت اللي هتكسب، تمام، والعكس لو انت روحك قليله وانا روحي عاليه انا اللي هكسب. انما لما تتساوى الروح المهاره والخبره. عشان كده ان شاء الله ان شاء الله اتوقع ان شاء الله ان احنا على اقل تقدير هنكسب، مش هنتعادل، هنكسب اتنين ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. طيب على المستوى الاخر بقى وعلى الجانب الاخر، فريق النادي الاهلي، تمام، فايلر اختار 21 لاعب لهذه المباراه. يمكن طبعا قائمه الاهلي الافريقيه حاليا فيها 29 لاعب، تمام، في خمسه مش موجودين في القائمه خلاص الفتره الجايه، تمام، سعد سمير، حمدي فتحي، صلاح محسن، لا محمد محمود، سوري، صلاح محسن وازارو وصلاح جمعه، باك ليفت، ماشي، وصلاح جمعه، ادي الخمسه اللي مش موجودين. فبتولد بقى معاك 24، ال 24 النهارده في ثلاثه خرجوا منهم، ماشي، احمد الشيخ ومحمود وحيد لاسباب فنيه، ورمضان صبحي لعدم الجاهزيه والاكتمال الشفاه بنسبه 100%. فبالتالي معاك 21 لاعب في المباراه، منهم ثلاث حراس، منهم ثلاث حراس. اول حاجه هبدا معاك بمركز حراسه المرمى، تمام، الحمد لله يعني الشناوي ماشي بشكل كويس جدا، تمام، استقرار في المركز ده هاي. لكن في مباراه كبيره زي دي قدراتك وخبراتك وامكانياتك ازاي توظفها لصالح الفريق والكلام اللي بينك وبين خط الدفاع وكمان دور مدرب الحراس مع الجهاز الفني؟ بص خلينا نعترف ان الشناوي في تصاعد، مفيش مكسب للنادي الاهلي، الحمد لله مفيش مكسب للنادي الاهلي، حتى لما الاهلي بيكسب خمسه الشناوي بيبقى ليه تصدي بيغير مجرى المباراه، وانت كسبان 1-0 بيجي لك تصدي يغير نتيجه المباراه من 1-1 تجيب الثاني والثالث والرابع. الماتش اللي فات تصدى الكورتين في اول ربع ساعه كانوا ممكن يغيروا مجرى المباراه ويضغطونا اكتر، وكان تصديين هايلين. مفيش مباراه الشناوي ما بيطلعش بتصدي كويس، اللهم احفظ تايمينج، اعوذ برب الفلق، اعوذ برب الفلق في عين. يعني ماشي التايمينج الحمد لله كويس ما شاء الله. الولد ماشي كويس جدا، مدير المدرب الاجنبي فارق معاه كويس جدا جدا، غير المدرب الولد عايز، الولد عايز يثبت وياخد بطوله افريقيا. خلي بالك دي ما خدهاش، هو لعب كاس عالم، لعب كاس امم، عايز ياخد بقى كاس افريقيا تتكتب في تاريخه، ما خدهاش ما خدهاش لحد دلوقتي، ولازم ياخدها عشان تبقى اسمك لعبت في النادي الاهلي لازم تاخدها ان شاء الله. فان شاء الله يعني الولد عايز يثبت ده، ماشي بمستوى هايل جدا جدا جدا. اعتقد في تفاهم كبير جدا بين رامي ربيعه وياسر ابراهيم مع الشناوي، وكتر لعبهم مع بعض ابتدى الاول كان الشناوي عنده تسرع في حتت معينه، ما بيبقاش متكلم مع السردباكات بتاعته، فكان بيخرج ساعات والسردباكات تروح تخبط فيه، وده حصل قبل كده. انما دلوقتي لحد ما ابتدى يبقى في تحسن في الجزئيه دي، في استفاده كتير جدا اذا كان منه او من السردباكين بتوعه اللي بيلعبوا قدامه. عشان كده انا شايف ان من 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 نقاط القوه بتاعتنا بعد بكره ان شاء الله هو الشناوي وخط الدفاع، تمام. الاربعه اللي قدامه، قبل الاربعه اللي قدامه كمان الشناوي بقى عنده حته مهمه جدا، تايمنج الخروج ونقل الهجمه. طيب يمكن نقل الهجمه دي مع مع مستر فايلر، او دي من اهم اولويات مستر فايلر لما تمسك العب على طول.
يعني مستر فايلر دي مطلوبه في الهلال؟ مش لا بالنسبه لي انا لا. بالنسبه لك لا؟ لا خالص. حته بقى انا بسالك فنان، حته فنيه كحارس مرمى بيني وبينك انا يعني لو انا ال 90 دقيقه اخلصهم 40 دقيقه. 40 دقيقه؟ اه ما هو انت بص خلي حتى بقى. لو انت فنان عالي الاوتات بتاخد وقت، الكرانر، الفاولات، لا 40 لعب اساسي. انا بقى الكره تطلع اوت، امسك الكره واعدي 6 ثواني واحطها على الارض، اهمد في الملعب. اهمد الناس كلها، حتى خلي اللعيبه اللي استفز اللعيبه اللي قدامي عشان تبقى اوت اوف كنترول. ده في يعني. الكوره، ده في عرف الكوره طبعا. يعني طبعا في عرف الكوره وبيبقى جزء من الخطه الفنيه. اكيد اكيد يعني بدل ملعب 70 دقيقه 75 دقيقه، ما انت كده كده في 4 5 في وقت ضايع بتاع الفاولات والكرانر والتغييرات و و و لا طب ما انا اشيل منهم 25 دقيقه، ايه يعني ما اخد انذار بكره؟ ايه يعني بقى يوم السبت هيفرق معايا حاجه؟ وحتى لو بشكل مشروع ممكن تعملها بذكاء وبخبره عادي، وهو ما عندوش انذار قبل كده، والانذار هيتشال بعد كده في دور الثمانيه، فمش محتاجينه. تمام. فعشان كده انا بقول لك ايه، يعني انا لو مكانه لا هعرف اخد انذار بكره واضيع وقت، واضيع 50 دقيقه، واضيع 40 دقيقه، واعرف اشتغل يعني ما نقلش الهجمه. لا لا مش يعني اهدى. تمام اهدى. تمام. كل ما انا بهدى كل ما هم بيتوتروا والدنيا بتتفتح لينا اكتر عندهم في خط الدفاع. فانا اعتقد ان مستر فايلر بكره هيقول له اهدى شويه، ما تتسرعش، خليك هادي، اصبر، خد وقتك زي ما بيقولوا. انما برضو ما تضمنش، انا مش عارف، ممكن الراجل يكون عايز يكسب هناك دايما ليه فلسفه ليه فلسفه غريبه واحنا مالناش دعوه بالحاجات دي. وفي الاخر الحمد لله يعني الحمد لله بيحقق النتيجه في النهايه. احنا مالناش دعوه، هو يقول يعمل اللي هو عايزه في الاخر، هو اللي هيتحاسب. هو مش هيتحاسب دلوقتي على الماتش والماتشين والقطعه والقطعتين، على سيزون كامل. هو هيتحاسب على سيزون كامل، واعتقد ان هو جاي وعارف هو جاي فين وبيأدي ازاي، وان شاء الله ان شاء الله الدنيا هتبقى ماشيه كويس معاه. طيب دور وسط الملعب طبعا انت خط الدفاع كنت هتتكلم عليه في الوقف وما يتحركش كتير وما يتقدمش وان يكون كل واحد حافظ مركزه، لكن قلت لي الاربعه اقرب حاجه في خط الدفاع انا لازم العب كومباكت في 50 متر او 40 متر. بمعنى لو خط نص الملعب، عشان دي مشكله كبيره جدا بتواجهنا كتير، ديانج وعمرو السوليه بيرجعوا مع خط الدفاع اللي ورا وبيسيبوا جاب كبير قوي مع خط الهجوم، وليكن 30 يارده او 35 يارده. عايز تقرب الخطوط. انا لازم بقى ايه خط الهجوم هنا، خط النص بعديه، المفروض ان خط الدفاع ياخدوا رامي ربيعه ويطلع يخلي الحركه في 40 يارده صعودا وهبوطا. بمعنى انا لو لقيت الناس بتهاجم عند ال 18 لازم اخد لعيبتي واقف في نص الملعب. لا ده اللعب دلوقتي فوق الدايره بشويه، يبقى انا تحت الدايره بشويه، نص ملعبي يبقى من ال 18 للدايره، لان انا مش عايز اسيب لهم مساحات عشان السرعات. هم عشان عندهم السرعات كويسة جدا، تتمثل في الراس حربة وأطهر الطاهر وفارس عطار. يعني دول أكتر ناس عندهم سرعات. ولو أنت بصيت في المجمل الناس دي بتجيب أهداف ليه؟ أطهر الطاهر ده بيجيب هدف رجليه تقيلة وسريع. الماتش لما جاب فينا جون هنا كان باك رايت، بيلعب باك رايت، هو اللي جاب فينا جون هنا 2-1. ده دخل لغاية الطابة دخل 6 ياردة. 6 ياردة وهو إيه؟ باك رايت. لستة ياردة عشان سرعاته وقوته ما شاء الله يعني. جاب جون في النجم الساحلي هناك شوطه، قاعد يجري من نص الملعب من على 18 وراح شايطها. تمام. فهم عندهم السرعات دي، فانا لو ما لعبتش كومباكت في 40 متر متحرك صعودا وهبوطا هلاقي عندي مشاكل كبيره جدا. تمام. فدي اهم نقطه اعتقد ان لازم تكون موجوده بعد بكره بالنسبه لخط الدفاع، تقارب الخطوط وان الدفاع يكون قريب من نص الملعب. تمام. تمام. ادي واحد. اثنين، لازم ما اسيبش جاب ما بين باك رايت، يعني باك رايت والسرد باك لناحيته، والناحيه الشمال باك ليفت والسرد باك لناحيته. ولازم لما علي معلول مثلا يروح يقابل السرد باك ده يطلع بره وده يضم، واحمد فتحي يجي ما يلعبش باك رايت بقى خالص. لازم يضم يقفل كده، واللي ينزل على الطرف الناحيه الثانيه الراجل بتاع نص الملعب. تمام. لازم التحرك ده يبقى موجود عشان اقفل ورا علي معلول من هنا، والناحيه الثانيه اقفل ورا احمد فتحي عشان ما اضربش من الحتت دي الاطراف دي. لا دي نقطه مهمه جدا 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 جدا. دور ديانج في الجزئيه دي ايه؟ طيب ديانج بيتميز بالناحيه البدنيه واللياقه البدنيه العاليه وقاطع للكرات بشكل كويس جدا. هايل. ماشي. ديانج في الحته دي هيبقى ليه دورين، يا اما ينزل يقفل على الراجل اللي هيلعب تحت راسين حربه او تحت الراس حربة، لان هم بيلعبوا 4-3 ساعات كتير جدا، 3-4-3 دي بيحط 2 راس حربة وتحتيهم واحد. ففي الحتة دي ديانج هيبقى تحت الايه ماسك اللي هو رقم 10 بتاعه، او ديانج في الحتة دي هيروح يغطي مع علي معلول لو ما نزلش الطرف الشمال، اذا كان بقى كهربا وليد سليمان جيرالدو اي حد موجود في الحتة دي، ديانج هو اللي هيروح يواجه في الحتة دي، وعمرو السوليه هيقرب منه عشان نعمل نقدر نضغط هنا. وخلي بالك
النادي الاهلي اقل لعيبه بتحصل على انذارات و بيقدروا يسترجعوا الكوره في جزء 3 ثواني و7 من 10 تقريبا، ده المعدل بتاعهم. فدي نتيجه لحاجه واحده بس، ان الخطوط متقاربه، وان ديانج والسولية ورا الكوره في اي حته في الملعب، يمين شمال هتلاقيهم على طول بيروحوا، وبينزل قفشه يلعب نص ملعب في الحته البعيده. ودي ميزه مهمه جدا، كل ما قفشه وديانج يروح على الكوره لازم، هنا بقى وقت القطع هو وقت مكسبك. انت مكسبك مش الكوره معاك في ماتش بعد بكره، عشان تكسب مش هتكسب الكوره معاك، انت هتكسب في الكوره لما تبقى مع الخصم، اول ما تقطعها هتلعب باص لاي حد يوصلك للجون بسرعه. انما لو الكوره معاك هتلاقيهم برضو بيدافعوا معاك، وهم عندهم قوه بدنيه وبيقدروا يكملوا 90 دقيقه للاخر. عشان كده قطع الكرات في الجزء ده هيبقى مهم جدا 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 بالنسبه لنص الملعب. طيب امكانيات السولية وديانج في جزئيه ثانيه مهمه جدا في الناحيه الهجوميه. تمام. الاثنين بيتميزوا في اللعب بوكس تو بوكس. تمام. ونقل الهجمه او حتى الشوط. تمام. هل ممكن توصل لمرحله انك تستفيد بالسولية وديانج في التسديد على المرمى؟ اكيد اكيد، ده من اهم عوامل مكسبنا بكره، ان احنا هنبقى زياده في نص الملعب. فالثلاثه اللي في نص الملعب لازم يطلع منهم واحد يشوط، لازم يكون في واحد منهم يصوب، اذا كان بقى قفشه وليد سليمان اي حد بيلعب رقم 10، او الاثنين ديفندر اذا كان السولية او ديانج. والميزه بقى في الاثنين ايه؟ ان هم مربوطين بسلك. الميزه اللي فيهم ان هم مربوطين بسلك، السولية قدام هتلاقي ديانج واقف تحتيه، ديانج بيهاجم هتلاقي عمر الاثنين ما بيروحوا يهاجموا هم الاثنين، ودي اهم حاجه عشان لما الكره تتقطع يكون في واحد منهم يقطع الكرات. يعني دي اهم حاجه، واحد طالع واحد نازل، واحد بيهاجم الثاني واقف في ظهره وهكذا. ودي اهم ميزه في الاثنين، بيعرفوا يعملوها كويس قوي مع بعض. خلي بالك يعني الاثنين ممكن يكونوا كويسين جدا في قطع الكرات، بس لو هم الاثنين على خط واحد في كل في كل الاوقات، كره بينيه من النص هتضرب الاثنين. انما لما يكون واحد قدام واحد ورا، حتى لو اتعمل الكره بينيه ده هيروح يغطي وده هينزل مكانه، والعكس صحيح لو كده برضو كره بينيه ده هيروح يغطي والتاني هينزل مكانه. عشان كده في جميع الاوقات انا زي ما بقول لك هم مربوطين بسلك، صعب جدا تلاقي الاثنين بيهاجموا في حته واحده، لا تلاقي واحد قدام وواحد وراه، وده اللي بيخلينا نسترد الكره في اقرب وقت. تمام. دايما الاهلي بيتميز بالاستحواذ. حلو. ودايما الاهلي قدرته على الاستحواذ بتبقى عاليه قوي، يمكن مباراه النجم الساحلي كانت قريبه مع النجم 52 الاهلي 48 النجم، عشان ممكن فكره ان انت خوف، عايز تكسب وخوف من المباراه والنتيجه والكلام ده كله، ده بيحصل وبيبقى وارد لما تكون مباراه في عنق الزجاجه. تمام. لكن مباراه الهلال الاستحواذ ونسبته هتبقى مهمه جدا بالنسبه لك، ولا انت في مباراه زي دي مش محتاج الاستحواذ؟ لا ده انا لازم الاستحواذ ده يخرجهم بره تركيزهم، كل ما الكوره معايا وهم هيتجننوا عايزين ياخدوا الكوره، يستردوا الكوره بسرعه لان هم عايزين يكسبوا، فاسترداد الكره بالنسبه لهم اهم حاجه عشان يقدروا يهاجموا. ما انت عشان تقدر تهاجم لازم تاخد الكره الاول من الفرقه اللي قدامك. الملعب طيب عليه عنصر مهم جدا فكره الاستحواذ برضو. حلو. اعتقد ملعب الهلال مش وحش، ملعب كويس جدا. خلي بالك النهارده الكابتن سيد كان ليه طلب مهم جدا، ان هو طلب يزور الملعب، وحتى رئيس النادي الهلال اشرف الكاردينال وفي اجتماع النهارده كان ودي في مقر الهلال وافق ورحب، والكابتن سيد زار الملعب وشاف الملعب على عن قرب قبل ما يكون موجود بكره كمان. تمام. لا انا عارف ان النجيله بتاعته كويسه، انا رحت قبل كده، النجيله بتاعت الملعب كويسه جدا. هي المشكله في الاضاءه، الاضاءه وحشه قوي. ماتش 9 بالليل. لا لا ده الاضاءه بتاعت ملعب الهلال ده وحشه قوي، بس اتحسنت على فكره الفتره الاخيره. حتى لو اتحسنت برضه ستيل لسه وحشه، اسمع كلامي بس، يعني هي الاضاءه بتاعت الملعب ده وحشه جدا جدا. ليها تاثير؟ بتفرق؟ يعني مش انت كحارس مرمى بقى ولعبت في الملعب ده وشايف. ايوه ماشي، انا شايف، انا ما لعبتش فيه صراحه، انا كنت قاعد احتياطي، بس انا بقول هقوله لك اقصد يعني نزلت انا شايفه شفت. انا شايف ان الاضاءه خاصه عند المرميين ضعيفه شويه، فدي ممكن تفرق مع الاسترايكر وتفرق مع الحارس، لانه لما بيطلع من حته ضلمه لحته فيها نور الكشافات بتخبط في عينيه، يعني الكشافات تحت بتخبط في عين الحارس، لو كرة عاليه من الناحيه دي او من الناحيه دي بتخبط في عينيه. ودي اكيد اعتقد اكيد شريف اكرامي هيقولها لمحمد الشناوي لانه ما جربهاش قبل كده. فدي يعني ان شاء الله تبقى حاجه مهمه، انما في العموم الملعب ارضيته كويسه جدا، هتساعدنا على الاستحواذ بطريقه مميزه. المشكله لو في مطر، لو في مطر الملعب هيبقى تقيل جدا. ما شفتش يعني، متهيألي الجو في السودان حاليا ما تضمنش، يمكن البعثه الحمد لله لسه واصله من شويه، نحاول نعرف الاجواء هناك. طب يا ريت والله. بس يعني هو عموما لو ما فيش مطر ان شاء الله الملعب هيبقى كويس جدا جدا جدا، ودرجه الحراره في الوقت ده مش وحشه، ممتازة. مش وحشه ممتازة. اعتقد ان شاء الله هتبقى يعني ده احسن توقيت تلعب فيه كوره في السودان دلوقتي. بالظبط. الاجواء ان شاء الله قريبه من جو اسوان شويه. أيوه هي اسوان. يمكن اعلى سنه صغيره في الحراره، بس يعني تعتبر هي اسوان. و9 بالليل هيبقى الجو ربيعي اساسا كمان اكيد. فانا اعتقد الملعب هيساعد اللعيبه
على الاستحواذ، وكل ما تستحوذ اكتر ان شاء الله بعد بكره كل ما يبقى المكسب حليفك ان شاء الله. طيب ودي نقطه كانت مهمه جدا، لان نقطه فنيه عند فايلر بشكل كويس جدا وشكل ايجابي، ان شاء الله نستفيد بيها في مباراه الهلال السوداني وتكون عامل ايجابي ان شاء الله يا رب لفريق النادي الاهلي. طيب ما بين مباراه النجم الساحلي ومباراه الهلال الحمد لله ما كانش فيه دوري، تمام، ما لعبتش مباراه انبي، تمام، واتاجلت طبعا نتيجه التعديلات اللي حصلت من الاتحاد الافريقي، تمام، الاسبوع ده ما ضغطتش ما لعبتش مباريات محليه، ايجابي ولا سلبي؟ فرصه للجهاز يعمل استشفاء ريكفري لعضلات اللعيبه في الفريق، بتحسبها ازاي بقى كحارس مرمى وكخبره جوه الفريق؟ احنا ضغطنا فين؟ احنا مش مضغوطين ولا يعني احنا ما خدناش راحه كبيره، احنا مضغوطين على طول. لا لا انا قصدي ايه؟ قصدي الماتش بين النجم وبين الهلال احنا واخدين 6 ايام، لا 6 ايام بالظبط، لعبنا حد هنلعب سبت، حد وسبت، تمام؟ الست ايام دول خدنا منهم 48 ساعه راحه، عمل يوم استشفاء وريكفري ويوم راحه 24 ساعه راحه بالزبط. يعني يعتبر 48 ساعه راحه، ما نزلوش الملعب، بتجهز بعد كده اللعيبه، تديهم يوم عالي شويه او متوسط الحمل في اول يوم يجوا فيه، وبعد كده بتنزل النهاردة. يوم خفيف النهارده وبكره، بكره التمرين اللي هي التريننج الخفيف اللي هي ما بيقعدش 50 دقيقه او 55 دقيقه والماتش بعد كده. فانت الحمد لله، تخيل بقى لو احنا لعبنا الماتش اللي فات اللي هو كان محطوط ماتش انبي ده، ده احنا كون يعني هيبقى مشكله كبيره وهنفقد ناس. وخلي بالك كل ما بتلعب ماتش اكتر كل ما بتحمل على اللعيبه دي، الراجل بيحاول يريحهم بقدر الامكان، والحمد لله الحمد لله ان الماتش اتاجل، واعتقد ان تاجيل المباراه دي بالنسبه لنا ليه مفعول السحر. ليه مفعول السحر لان كتير من اللعيبه كانت محتاجه الراحه دي، كتير من اللعيبه محتاجه الاستشفاء دي، اذا كان الشناوي اذا كان ربيعه، وانا شايف انه في الماتش اللي فات ما كانش موفق، فكان محتاج الاستشفاء انه بيلعب على طول. ربيعه اقول لك على مفاجاه وناس كتير ما تعرفهاش، رامي ربيعه كمل مباراه النجم الساحلي بعد ربع ساعه وايده كانت فيها كدمه كبيره جدا النهارده، حتى وفي تدريبات امبارح والنهارده قربت تدب رباط ضغط، يعني كان الحمد لله ان هي ما وصلتش للكسر. طب الحمد لله. يمكن انا عايز اقول لك معلومه، يمكن يعني انا عايز اقول على حاجه يا جماعه، وكويس ان دكتور احمد فتح هذه الجزئيه، والله صدقوني في لعيبه بتوصل لمرحله انها تكمل المباراه وهي عندها كدمه قويه جدا او خبطات قويه جدا نتيجه اصابات بتحصل في المباراه عشان يدي فرصه للجهاز الفني يعمل تغييراته. وانا معاك. ظهرت في لقطه الشناوي. تمام. لكن المفاجاه ليكم اللي عايز اقول لكم عليها ان رامي ربيعه في مباراه النجم الساحلي كمل المباراه بالكامل وهو عنده خبطه قويه جدا في ايده لما نزل في احدى الالتحامات مع كريم العريبي اللي هو مهاجم فريق النجم الساحلي. تمام. طبعا يشكر ويتشال على الراس، ولكن انا بتكلم على المردود بتاعه، المردود بتاعه ما كانش في احسن حالاته. تمام؟ انما طبعا يشكر ويتشال على الراس، وهو الشناوي طبعا كل انه ما رضيش يطلع وكمل المباراه في وقت زي ده وفي وقت مضغوط زي ده برضه يتشال على الراس وتتحسب له. انما انا بقول لك يعني ربيعه يمكن كان سيء شويه عشان بيلعب على طول. علي معلول نفس القصه، عايز حماس يريح كمان وحماس. طبعا السولية وديانج عايزين يريحوا. محمد هاني يمكن بيلعب فترات قليله فمش قصه راحه. الشحات كان عايز يريح، اجاي كان عايز يريح، لعيبه كتير كانت عايزه تريح. فقصه ان المباراه يبقى 6 ايام فرق دي حاجه هايله جدا، وده الطبيعي في اي حته في العالم. احنا اللي بنضغط نفسنا هنا بنفسنا، انما في العالم كله انت بتلعب يوم سبت او حد او هم بيضغطونا بنفسهم بس هم اللي فالموضوع صعب جدا. اعتقد ان احنا لو في الامور الطبيعيه وعندنا الاستشفاء بتاعنا بناخده كامل وبنلعب كل اسبوع ماتش، اعتقد ان احنا هنبقى حاجه ثانيه. هتفرق كتير جدا جدا جدا، لان كمان في نقطه، الهلال ما بيلعبش دوري بقاله فتره خالص، الهلال من اكتر الفرق في المجموعه مستريح مريحينه خالص. ما هو انا بقول لك، هو حتى الماتش اللي كان المفروض يلعبه اجلوه له عشان كده المريخ ركب وبقى اول الدوري. يعني عشان كده ايه، بص خلي بالك في اتحادات بتساعد انديه وفي اتحادات بتقف ضد انديه، فيعني احنا نقدر نقوله الحمد لله انها جت من عند ربنا، والاتحاد الافريقي قرب الماتش عشان خاطر ما نعرفش نلعب ماتش انبي اللي فات، وان شاء الله ان شاء الله يكون النصر حالفنا نتيجه للراحه اللي احنا خدناها دي. طيب جزئيه ثانيه متعلقه بالحكم المغربي رضوان جيد، اكيد تابعت خلال الفتره الاخيره الاحاديث الكثيره على موضوع التحكيم والحكم المغربي واعتراضات نادي الهلال والكلام اللي انت اكيد سمعته زينا الفتره الاخيره. طبعا كل نادي بيبقى شايف مصلحته او شايف افضل حاجه لفرقته، فليه الطريق الرسمي او ليه الطريق اللي هو شايفه مشروع بالنسبه له، لكن كلاعب كوره جوه الملعب شايف ان اي كلام على الحكم بيبقى ليه تاثير ايجابي او سلبي على الحكم اللي بيدير المباراه؟ طبعا طبعا طبعا. اصلا النهارده قريت تصريحات لرضوان جيد في موقع البطوله المغربي سمعت والعهد على موقع البطوله، قال اي اعتراضات انا اتعودت عليها
وده بيحصل بالشكل الدارج في البطولات الافريقيه. حصلت قبل كده. وانا متعود ان انا لما انزل هدي الفريقين حقهم وما بطلبش الا التوفيق من عند ربنا. ولا انا هبقى على مسافه واحده من على مسافه واحده. تحليلك كمان للتصريحات دي. طيب. بدايه اي حكم في الدنيا بيتاثر بالميديا، ده لازم عشان تبقى عارف. كون ان رضوان جيد يتعين من اسبوع وبعدين تطلع اشاعه انه بكاري جسامه وبعدين ترجع يتعين بشكل رسمي فدي، وكمان الهلال يقدم طلب لتغيير رضوان جيد والاتحاد الافريقي يرفض، كل ده هم بيحطوا ضغط عليه. كل ده هم بيحطوا ضغط عليه. وخلي بالك لعيبه النادي الاهلي لازم تبقى فاهمه كويس النقطه دي، ولازم فاهمه كويس النقطه دي ان الضغط ده مش في مصلحه الاهلي، ده في عكس مصلحه الاهلي خالص، لان هيبقى ضغط على رضوان جيد انه ممكن يحسب في اي وقت اي حاجه زي ما بيتحسب علينا حاجات غريبه بره ملعبنا. تمام. بس حكم من حكام النخبه المفروض المباراه دي لما بتسند ليه بتسند ليه لانه رايح كاس عالم، فبيشوفوه تحت الضغوط دي. رايح 2022 هو فعلا في النخبه بتاعت افريقيا. بس انا هقول لك حاجه، بكاري جسامه غرقنا كم مره وراح حكم كاس عالم، ده عنده حمايه، ده عنده حصانه، بس راح حكم. لا ايوه بكاري جسامه ده عنده حصانه، ماشي. ما انا معاك، مش معترض، انا بقول لك فعلا دي حقيقه. الراجل بتاع اثيوبيا بملاك ده غرق مصر، غرق كل انديه مصر وبيروح يحكم كاس عالم عادي. ففي ناس مسنوده في الاتحاد الافريقي كده كده مش فارق معاها. اعتقد ان رضوان جايد دلوقتي هيبقى واحد منهم، فعشان كده لازم تخلي بالك وتبقى حاطط عينيك وسط راسك، خاصه في منطقه الجزاء، لانه ممكن اي حاجه يحسبها لا قدر الله. فاللعيبه لازم تبقى واخده بالها من النقطه دي، لازم في الملعب كده لازم يبقى فيه خبرات، لازم الحكم يبقى جنبي، ده انت حكم هايل، ده احنا ما صدقنا جبناك، ده انت حاجه، ده الحمد لله ان انت اللي بتحكم، مش عارف الحاجات دي نفسيا بتخلي الحكم يتعاطف معاك. ودي بقى ساعه ملعب زي ما بيقولوا عليها، ساعه ملعب. ايه ده؟ ايه الحاجه؟ ما شاء الله، هو انت اللي جيت لنا؟ ده احنا ان شاء الله بنتفائل بيك، ده انت بس الاهلي علينا. لا انا بقول دي الكواليس اللي بتحصل في الملاعب بين اللعيبه وبين اللعيبه وبين الحكم. وساعات كتير تلاقي الحكم ماشي جنب اللعيب وبيضحك، لان اللعيبه بيبقى عارف ان اللعيب ايه، دي الامور النفسيه اللي في فرق بتلعب عليها او بتشتغل عليها. دي حقيقه طبعا. مثلا الفرق بتروح مثلا تونس والمغرب، الحكم قبل ما ينزل انت هتحسب لنا، انت هتقف معانا، مش عارف. دي حقيقه، خلي بالك والله العظيم. والحاجات دي بتبقى مؤثره، الحاجات دي حتى لو على سبيل الضحكه والهزار. ايوه، حتى لو على سبيل الهزار. بص، اي حاجه في الدنيا اي هزار في الدنيا اصله حاجه فعلا حقيقه. يعني مفيش هزار في الدنيا ملوش اصل في الواقع، فاهم؟ فهو حتى لو انا بقولها لك بهزار، لا ده انا برمي لقدام. ايوه فاهمني. فعشان كده لازم لعيبه النادي الاهلي تاخد بالها من النقطه دي جدا، وتبقى هاديه في الملعب كمان. لازم وتبقى هاديه في الملعب. ما هو الهدوء مع استحواذ الكوره، مع تهميد الفرقه اللي قدامك، هيخلينا ان شاء الله نفوز بالمباراه. وهو النادي الاهلي دايما ما بيطلبش غير العداله، لان لما بيجي لنا حكام كبار يا كابتن احمد في ملعبنا بنقول يا جماعه طب بنطلع بره، بيبقى عايزين حكام بنفس المستوى ده بره. طبعا شفت فيكتور جيميس كان عامل ازاي، هايل. السهل الممتنع، هايل. اشمعنى بقى بيجيبوا هنا حكام كويسه ونطلع بره يجيبوا لنا حكام؟ يمكن رضوان جيد لا حكم كويس طبعا، بس مثلا الراجل بتاع اللي حكمنا اول ماتش بتاع النجم ده بوندو، ده يعني ربنا يسامحه، ده بيتم مكافئته على فكره. الحكم الوحيد اللي هيدير مباراتين في دور 16 جوشوا بوندو. شوف، حكم عمل خطا في تطبيق القانون، في تطبيق القانون في الجوله الاولى. ايوه، بيكافئوا بيديله الجوله السادسه. لا، وطلعه بعد الماتش، طلعه بعد تاني مباراه ان هو اتوقف، بيديله مباراه في الجوله السادسه. بس برضه المباراه فين؟ في المغرب. في المغرب. هو هي مباراه كمان تحصيل حاصل على فكره. ايوه، تحصيل حاصل مش هتفرق. بس انا اللي عايز اقوله لك يعني بيرجعه حتى لو مباراه تحصيل حاصل، بس بيديله واحده واحده. هو طبعا بعد تغيير لي كيم شونج وانه مسك الكاف، اعتقد هيبقى في تغييرات في التحكيم، ولكن برضه هتاخد وقت. ما اعتقدش السنه دي هي متوجهه، بس ان شاء الله ربنا يكرمنا، ان شاء الله هنفوز. اكسب واعمل اللي عليك، وان شاء الله باذن الله يكون على الفتره الجايه تبقى احسن ان شاء الله في النادي الاهلي. طيب، انا عايز اقول كمان، بعثه فريق النادي الاهلي وصلت الحمد لله منذ لحظات في مطار الخرطوم في السودان، والحمد لله يعني الفريق بكل خير والامور ان شاء الله طيبه باذن الله للبعثه بالكامل. وفي هذه اللحظات انا بتكلم معاكم في الطريق من مطار الخرطوم في السودان الى فندق الاقامه ان شاء الله، وهنحاول قدر الامكان اول ما يكون معانا لقطات نعرضها لكم وتشوفوا معانا وتتابعوا معانا لحظه بلحظه فريق النادي الاهلي في السودان، من اول حتى كمان ما استقل الطائره اللي كانت موجوده في مطار القاهره حتى الوصول الى الخرطوم والاستقبال كمان لبعثه فريق النادي الاهلي في السودان. طيب دكتور احمد، في اللحظات اللي زي دي، اول ما البعثه بتوصل المطار، اول حاجه في تفكير اللعيبه ممكن يبقى ايه؟ الجو. اول حاجه ببص عليها وانا طالع من باب الطياره، الجو عامل ايه؟
الرطوبة عالية ولا لا؟ خلي بالك ممكن الجو يبقى حلو قوي بس الرطوبة تبقى عالية. أول ما تنزل تلاقي العرق بينزل منك لوحده لوحده. فأول حاجة اللعيب بيشوفها أما ينزل من الطيارة ال الجو عامل إزاي؟ درجة الحرارة، الرطوبة عاملة إيه؟ واحدة واحدة بقى بعد كده يبتدي بقى يعني غالبا بيركب الاتوبيس ويروح الفندق، بيشوف الفندق، الفندق اللي هينزل فيه هيريحهم ولا مش هيريحهم. كابتن سيد موجود من امبارح اكيد. انا معاك، انا بقول لك اللعيب اول حاجه بيفكر فيها ايه؟ انت عارف اول ما بيوصل الاوتيل انت مش هتستنى تشوف هتقعد فين، لا تلاقي كابتن سيد واقف لك كده عند الريسبشن وتاخد المفتاح بتاعك تطلع رقم كذا وسلام عليكم. ماشي انا معاك، انا معاك في اللي انت بتحكي فيه، بس انا بقول لك اللعيب احساسه ايه هو بينزل، درجه الحراره، الرطوبه، المكان اللي هيقعد فيه هيريحه ولا لا، الاكل مريح ولا لا، بعد كده الكوره بتبقى اخر حاجه، لانه لو استريح نفسيا في كل اللي احنا قلنا عليه ده تمام هيدي كل حاجه عنده في هيدي كل حاجه. فعشان كده اللعيبه بتفكر اول حاجه في والله ده على ايامين، انا ما اعرفش دلوقتي بيفكروا في السوشيال ميديا ولا مش لا 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 بتكلم على ايامين. التوقيتات اللي زي دي بتبقى فرصه كويسه انت تقفل على نفسك بقى، انت خلاص وصلت السودان. اعتقد ان 48 ساعه، لا بكره ان شاء الله ما فيش سوشيال ميديا، وبكره بتاخد منهم التليفونات في يعني حاجات مش محتاجه تتاخد والله، يعني المفروض ما هو مش كل اللعيبه زي بعض يعني في. وانتوا في وقتكم كنتوا بتركزوا في الحتت دي؟ طبعا يعني كان بيعدي عليكم كابتن الفريق ياخد منكم التليفونات ولا؟ طبعا بتتقفل من الساعه 10 بالليل، تتصل بقالك تسلم عليهم وتدي التليفون تستلمه تاني يوم. انا دخلت الخدمه خلاص. والله تستلمه تاني يوم الصبح الساعه 10 عشان تطمن على اهلك برضو، انما من 10 ل 10 ما فيش تليفونات. كان مين كابتن الفريق وقتكم؟ كان كابتن هادي خشبه، وقبليه كابتن اسامه عرابي، وقبليه كابتن انا من ايام كابتن احمد شوبير. فانا من قديم يعني كابتن اول كابتن احمد شوبير، بس ما كانش فيه لسه التليفونات. بعد كده كابتن اسامه عرابي كان بيقفل اول سنه للتليفونات. بعد كده كابتن هادي خشبه، ولحد ما مشيت من النادي الاهلي كان كابتن هادي خشبه هو الكابتن. كابتن هادي بقى في الفتره الاخيره كان برضه نفس الفكره يعني. طبعا طبعا الكلام كان سيستم ماشي عليه كابتن ثابت الله يرحمه، فخلاص الموضوع منتهى. فالموضوع منتهي، واللي بيجي من وراه بيعمل كده. انا دلوقتي صحيح ما اعرفش بقى الكلام ده مثلا اخر 2004 يعني من 15 سنه، فانا ما اعرفش الدنيا ماشيه ازاي، بس اعتقد ان ده اللي بيحصل يعني. بيبقى شيء مهم جدا كمان لعبه الماتش، لان انت بتشيل من على دماغك اي حاجه، ما بتسمعش حاجه، بتشيل من دماغك كل تركيزك في المباراه بس. عارف حتى الانسان الطبيعي او الانسان العادي والله بجد مجرد ما تسيب التليفون بس ساعه تحس ان دماغك هديت صفيت. ايوه صح، دي حقيقه، ده حقيقي والله، ده حتى لينا كلنا دي حقيقه. بنحس ان دماغنا هديت صفيت، ما فيش اي دوشه، كل حاجه. ما بتعرفش ايه اللي بيحصل بره. انت عايش مع نفسك، مريح دماغك. عايش مع نفسك. والله دي حقيقه. فاعتقد ان الكلام ده بيحصل بكره، وان شاء الله يكون مردوده كويس يوم السبت ان شاء الله. طيب اخر جزئيه، تتوقع ان مباراه النجم الساحلي وبلاتينيوم بيبقى فيها مفاجاه؟ لا، اجابه قاطعه. قاطعه. ده لو ما خلصتش لو ما خلصتش نتيجه هتخلص بفلوس بين الشوطين، واضحه وصريحه وبقولها علني. لا لا، بس الماتش سهل، مش محتاج. مش انا بقول لك اهو، لو ما خلصتش الشوط لا 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 الماتش لا هو عموما في اي حال من الاحوال هم فرقه ضعيفه جدا جدا، فريق زيمبابوي. فرقه ضعيفه جدا، و يعني حتى يعني مش هيتعدل. فاحنا ما نحطش امل في ده، احنا املنا في الله سبحانه وتعالى. لا، انت املك في الله وفي مباراتك، انما مش هيحصل، مش هيحصل اي نتيجه سلبيه. ده انا متاكد. انت بتلعب المباراه والنجم اصلا 12 نقطه مش 9 يعني مش محتاج. طبعا 12 نقطه يفرق معاك كمستوى شخصي يا كابتن احمد، ان الاهلي اول او ثاني؟ لا خالص، يفرق معاه الصعود. الصعود تمام. هقول لك حاجه، احنا كده كده مازيمبي، الوداد، الرجاء، الترجي، كل الفرق دي هنقابلها او هنقابل واحد منهم. تمام، مازيمبي وسان داونز في والترجي في الصدارة. يعني مؤقتا سان داونز او الوداد يعني، والرجاء والزمالك والوداد. لا انت هتلعب مازيمبي والرجاء. لا انا بتكلم على المركز الاول والمركز الثاني. ماشي يعني. انا هتكلم في الاول، لو انت طلعت تاني مثلا، لو انت قدر الله طلعت تاني، الوداد أو سان داونز. لا، أو سان داونز، أو سان داونز. الترجي ومازيمبي. كده كده أنت متعود تقابل واحد من الثلاثة، لو ما قابلتوش في دور الثمانية هتقابله في دور الأربعة. فأنا مش مشكلة عندي إن خلي بالك إحنا خدنا بطولة 2013 وطلعنا تاني، كنا تاني المجموعة. ولعبنا أول آخر ماتش بره، ولعبنا برضو في 2013 آخر ماتش بره، صح ولا أنا غلطان؟ لا، لعبنا آخر ماتش في المقاولين العرب مع أورلاندو. 2013 آخر ماتش لعبناه بتاع وليد سليمان. 2012 اللي كان في الترجي. 2012 ده 2012 ماشي، بتاع وليد سليمان وسيد حمدي. بالظبط كده، ده 2012 مع ترجي جد وسيد حمدي. ماشي بالظبط كده. هو ده، فخدنا البطوله واحنا لعبنا برده ماتشاتنا بره النهائيه. فالقصه مش بره وجوه، القصه تركيز اللعيبه، المهم ان انا اصعد بس. تمام، كلمه اخيره دكتور احمد. كلمه اخيره، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، يعني ربنا يكرمنا بامر الله بعد بكره، واللعيبه تبقى في كامل تركيزها، وان شاء الله يعني يرجعوا لنا سلام، لان ضفر اي لعيب او ضفر اي واحد مصري بافريقيا كلها. لا ان شاء الله باذن الله المباراه مش هيحصل اي حاجه باذن الله. واتمنى لو حصل اي حاجه
خارجيه قبل المباراه ان احنا ما نلعبش المباراه. لا 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 لا, لا. مش هنقدم اي حاجه وحشه ان شاء الله المباراه. انا مش بقدم الشر ولكن لا لا. كل حاجه لازم تتحط لها. الاجواء هناك كويسه وان شاء الله نتمنى التوفيق ان شاء الله. كل القائمين على تنظيم المباراه يطلع سليم مجهود كبير. ان شاء الله نكسب ان شاء الله ونرجع منصورين بامر الله باذن الله ونمشي في طريقنا. وان شاء الله ان شاء الله انا قلت قبل كده ان شاء الله البطوله السنه دي بتاعتنا ولسه مصمم على هذا الامر. بتختم بحماس وان شاء الله الحماس هيكون موجود في الملعب 90 دقيقه باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق لك يا كابتن احمد ان شاء الله. ربنا يعزك. شكرا شكرا جزيلا. فقره فنيه كانت مهمه جدا ومفيده جدا سواء على المستوى الفني واستعداد الهلال لمواجهه الاهلي وابرز اللاعبين وجاهزيه الفريق ونفس الامر بالنسبه للنادي الاهلي. اخرج الى فاصل وبعد الفاصل الناقد الرياضي والكاتب الصحفي الاستاذ خالد الاتري وفقره صحفيه في ختام هذا الاسبوع واطلاله مهمه جدا على الرؤيه الاعلاميه لمباراة الهلال السوداني والأهلي في ختام مباريات المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا.